إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا غير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا ووالدينا من عتقائه من النار، اللهم آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى فرجا قريبا وخلاصا ناجزا لإخواننا في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يزيح عنهم هذا الظلم الواقع عليهم من أعداء الله وأعدائهم، وأن ينصرهم على عدوهم وعدوه سبحانه وتعالى، اللهم آمين. قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة، فإني أود أن أنبه على أمر، وهو نحن الآن بعد أيام قلائل إن شاء الله مقبلون على زكاة الفطر، وللأسف الشديد عندنا بعض الطوائف من الناس يتجهزون كما هي عادتهم كل سنة لحرب ضروس تتعلق بزكاة الفطر. هذه المسألة، هل تعطى زكاة الفطر طعاما، أو عفوا هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة أو بالنقد أو لا يجوز؟ للأسف رأيناهم باردين في قضايا الأمة، لم نرى لهم حسا في حين استحل الربا والحرام في بلادنا. مثلا البرلمان منذ أيام وأباء يعني أصدر قانونا يبيح بموجبه الربا في المصارف التجارية، لم نسمع كلاما من هؤلاء، ولم لماذا قالك لا هذا ولي أمر لابد من الطاعة، لكن تأتي لمسألة زكاة الفطر إعطائها قيمة التي هي مسألة فرعية تناولها الفقهاء في كتبهم لا علاقة لها لا بولا ولا ببراء ولا بسنة ولا ببدعة ولا هذه القضايا، وإنما مسألة خلافية بين العلماء. من نظر إلى أن زكاة الفطر هي أمر تعبدي قال لا تخرج زكاة الفطر إلا من الطعام، ومن رأى أن زكاة الفطر معللة بعلة إغناء الفقير يوم العيد جوز إخراجها بالقيمة وبكل ما يعني يغني الفقير يوم العيد. هكذا تذكر في كتب الفقهاء وينتهي الأمر وتذهب إلى المسألة التي بعد. للأسف، فهذه نصيحة أولى للمشاهدين ألا تنجروا وراء هذه القضايا. من أخرج زكاة الفطر طعاما فهذا هو الأصل، يخرجها طعاما، ومن أراد أن يخرجها قيمة فبعد أيام قلائل ستخرج دار الإفتاء بيانا إن شاء الله تحدد على إثره هذه القيمة. وصونوا ألسنتكم عن الخوض فيها، فإنها مسألة فرعية لا داعي للخوض فيها، وللأسف خلاف هؤلاء سيستمر للأسف، وهذا التعنت. وفي إطار الحديث عن هؤلاء الطوائف للأسف المتشددين المتنطعين الذين لا يعترفون بالفقه المقارن أصلا، ما يعترفوش، لا يعترفون إلا بمذهبهم هم فقط، ورأينا أثرهم السيئة في بلادنا في ليبيا هنا، رأينا تشويشهم على الناس ويعني تقمصهم للمذهب المالكي كذبا وزورا، وإلا فإنهم يحاربون المذهب المالكية السائد في البلاد والذي اجتمع عليه معظم الليبيين، يحاربونهم علنا وتحت الطاولة. اثنين، فرأيناهم يمنعون القنوت في صلاة الصبح ويبدعون من يقنت من الأئمة،
رأيناهم يمنعون ويحاربون زكاة الزيتون في الزكاة، رأيناهم يوجبون على الناس قضاء اليوم الذي مثلا احتجم فيه الإنسان، ورأيناهم يتعمدون مخالفة المذهب في مسائل كثيرة. بل القضية نحن لا نتعصب، لا نقول إن الله أوجب اتباع مذهب مالك في ليبيا، هذا لا يقول عاقل، ولكن أنك أنت في خاصة نفسك اعمل بما شئت. إذا كنت أيها الشخص أيها تدعي المشيخ أنت حنبلي المذهب أنت كذا، هذه كلها مذاهب أهل السنة على العين والرأس، ولكن أن تفرض على الناس مذهبك وفي ذات الوقت تطعن في أقوال الأئمة الآخرين، هذا هو الذي نحن نقف ضده، وهذا الذي نحذر الناس منه. يعني وصل بنا الأمر مثلا، تعال أنت إلى أمام شخص من هؤلاء، اقضي صلاة مثلا أمامه جهرية، فاتتك ركعة مثلا من صلاة العشاء، تقوم تقضي فاتتك ركعة جهرية، لا يتركك وشأنك، مع أنك أنت تقضي على المذهب المالكي السائد في بلادنا، وهذه حالات متكررة جدا، يعني لا تحتاج إلى إقامة دليل، فمجرد أن تقول السلام عليكم يقول لك أعد صلاتك، أنت أخطأت، أنت تقضي، ينبغي أن تقضي على كذا وكذا. لو قلت له أنا أقضي على مذهب بلدنا على ما فهمه الإمام مالك مثلا، فإنه يغضب عليك غضبا شديدا، وربما وصفك بالتعصب أو بترك السنة. ومن آخر ما يعني سمعت من أقوالهم هذه ومن تشويشهم على الناس للأسف الشديد، أخبرني أحد الإخوة بالأمس، قال اتصل بي صديق من بنغازي، قال لي صلى بنا شخص الجمعة وأقام خطبة نارية على وجوب الغسل لصلاة الجمعة، وقال من صلى الجمعة ولم يغتسل فهو آثم مخالف للسنة. ولا أدري هل قال صلاته باطلة أو لا، هذه لا أدري، لكن ما علمته منه يقينا أنه حكم بإثم من لم يغتسل للجمعة. وللأسف يعني هذا القول لم يقل به الأئمة الأربعة، ولكن للأسف هذا اللي وصلنا له الآن إثر اقتحام هؤلاء للمنابر وللوعظ وللإفتاء. هؤلاء أغلبهم ليسوا متخصصين في أصلهم، يسمع بعض الأشرطة ويقرأ بعض الكتب ويتقن اللكنة المعروفة، ثم بعد ذلك يبدأ ويعجن ويخلط ويخلط على الناس. فهذا الرجل اللي من بنغازي يعني قال أني رجعت لبيتي وتأثرت، قال قلت أني لست ممن يحرص على الغسل يوم الجمعة لأنه يشتغل في سوق أو كذا، فقال أني يدوبك اللحق على الصلاة. فقلت له سبحان الله هذا القول خارج المذاهب الأربعة، واحتج لهم طبعا بما قال لهم، قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم. الحديث صحيح، ولكن هل أنت سيء يعني استطعت أن تفهم ما لم يفهمه العلماء في المذهب الأربعة، أم هذا الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم؟ وأنا رجعت إلى شرح النووي لهذا الحديث، قال هذا الحديث عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف محمول على الندب وليس على الوجوب، أي على الاستحباب وليس على الوجوب. قال لأن هناك أحاديث أخرى لم يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة، مثلا في الحديث الحسن من توضأ يوم الجمعة فيها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وثبت أن عثمان بن عفان جاء للمسجد ولم يغتسل في قصة مشهورة له مع عمر، فلم ينكر عليه عمر ولم ينكر عليه الحاضرون من الصحابة. وبالتالي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ هكذا، أن يأتي الإنسان إلى حديث من مجموعة أحاديث في الباب فيستله لوحده ثم يحكم على الناس بمقتضاه ويقول إن من لم يغتسل لصلاة الجمعة فهو آثم مخالف للسنة. هو والله الجاهل، لأنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستدل بها الإنسان لا بد أن يقرأ شرح العلماء لها،
وإلا لماذا وضع العلماء الشروح على الصحيحين وعلى كتب السنة والمسانيد والموطأ وغيره؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف بعضها بعض. تو أنت هذا الشخص اللي قام على المنبر وقالهم يعني من لم يغتسل يوم الجمعة فهو آثم، أو نجيبوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، والأحاديث الأخرى التي تدعو إلى ندب الغسل إلى وجوبه، ماذا سيقول الآن؟ هو سيضطر إلى أن يقول إما أن يقول هذه الأحاديث غير صحيحة أصلا، أو يعني ستأخذه العزة بالإثم. لكن الإنسان الذي يقرأ الفقه بالتدرج ويقرأ على أهل العلم ويطلع على أقوال الفقهاء أقوال شراح الحديث والفقهاء والأئمة، يعلم حينئذ أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضها بعضا، وحاشاه، إنما يكمل بعضها بعضا. فالعلماء جمعوا أحاديث الغسل يوم الجمعة، استنبطوا منها أن غسل يوم الجمعة سنة أو مندوب، اختلفوا منهم من قال هو مجرد مستحب ومن جعله من السنن الآكدة. وغسل الجمعة في مذهبنا المذهب المالكي سنة، فهو سنة، قال الشيخ علي رحمه الله في المختصر: وسنة غسل متصل بالروح. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم المقصود به طبعا البالغ، مش المقصود به من حصل منه الاحتلام، لأن حينئذ يصير غسلا للجنابة وليس غسلا للجمعة. حملوا هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، قالوا أي متأكد، متأكد بمعنى ينبغي ألا يترك حتى تتفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلف. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شدد على بعض الصحابة في الغسل أحيانا، لأنهم كانوا يأتون من العوالي ومن خارج المدينة، ربما شم على أحدهم رائحة العرق فلهذا ندبهم إلى الغسل. لكن الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة في مشهور هذه المذاهب لم يقولوا بأن تارك الغسل يوم الجمعة آثم. نعم أوجب الغسل بعض الصحابة وأثر، وهو مذهب الظاهرية، وقال به من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. لكن أن يأتي إنسان إلى أناس في يوم الجمعة على المنبر لا يمكن حتى لأحد أن يناقشه وأن يحكم، هذا للأسف من الجهل المبين ومن الضلال. وللأسف هذا ما أوصلتنا إليه هيئات الأوقاف سواء في الغرب أو في الشرق، أنها مكنت المنابر ومكنت دروس الوعظ، وللأسف يعني بعض الممكنين، لا أعم، بعض الممكنين ليسوا ممن يعني درس العلم بالتدرج ولا ممن ثنى ركبه على المشايخ، وللأسف هذا الحال وصلنا. ولهذا لا تستغرب في سنة من السنوات في مدينة ما أن يصعد خطيب ثم يخطب خطبة نارية حتى بح صوته. علامة الخطبة أنه لا تجب الزكاة في الزيت، زيت الزيتون بس، واجع كيف الفقراء يستفيدوا في مناطق مثلا زي مسلاتة وزي غريان وزي ترهونة وزي المناطق هذه، يعني الفقراء زكاة الزيت فيها بألاف اللترات، واجع الخطيب هذا طلع لهم قال لهم ما فيش زكاة في الزيت حتى بح صوته. هذا يدل على الجهل، لأنه لو قرأ الفقه المقارن وعرف أنها مسألة خلافية وأن مصلحة الفقير هو أخذ الزكاة وأن المذهب المالكي هو المذهب السائد في البلاد لما كان هناك داع إلى مثل هذه الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يجمعنا على خير. هذا ما أحببت التنبيه عليه، أن يعني اسألوا أهل العلم، اسألوا الناس المتخصصين، اسألوا علماء بلدكم. مش كل إنسان راهم داير لحية ومداير لطاقية لمشبكة والله مداير كذا والله يعني هيئته، تجي تقول والله يا شيخ بنسألك. وهذه للأسف يعني عامة الناس أصبح يشتكي منها حتى أئمة الأوقات، مش كل راهم من يصلي بالناس معناه أهل للفتوى. عندنا إمام للأوقات قراءته جيدة ويعرف أحكام الصلاة لكنه ليس مفتيا، فليس كل شيخ يستفتى، وليس كل حافظ للقرآن يستفتى، وليس كل يعني ملتحن، ولا كل من عليه سمت المشايخ هو أهل للإفتاء. المسألة رأي منفكة تماما.
والواجب على كل إنسان ليس من أهل الإفتاء إذا سئل أن يقول أنا والله مدرس قرآن، أنا إمام أوقات، أنا خطيب جمعة، أنا واعظ، أنا كذا، ولست أهلا لي أو لست من أهل الاختصاص. إذا عرف الحكم أجاب، وإلا قال له سنسأل. فللأسف اختلطت هذه الأمور، نسأل الله أن يصلح حالنا في بلادنا وفي بلاد الإسلام، اللهم آمين. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-360-1104. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر حساب التناصح على تطبيق تليجرام، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 12687 أفقي على النايلسات. على بركة الله، إذا كان ليس عندنا اتصال الآن يمكن أن نجيب على الأسئلة الواردة على صفحة البرنامج. فهذه أو هذا رجل يقول: السلام عليكم، هل يجوز الخروج من العمل لغرض توصيل أطفالي للمدرسة ومن ثم الرجوع والخروج لغرض توصيلهم للبيت؟ وهل يجوز لي الخروج أثناء الدوام لتوصيل زوجتي للعمل؟ أقول والله الموفق، الأصل أن الإنسان الموظف باع وقت عمله، باعه من أوله إلى آخره. خلي نجيب الآن، خلي نستقبل عفوا اتصالات. ثم معنا مودة من مصرات. نعم يا مودة. نعم تفضلي. نعم تفضلي. امرأة حائض. نعم. حدثت لها الجنابة. نعم. هل يجوز لها أن تغتسل أو تؤجله إلى غسل الحيض؟ تمام، تسمعين الجواب إن شاء الله. لك سؤال آخر؟ لا شكرا. بارك الله فيك، خلاص تسمعين الجواب إن شاء الله. نعم يونس من مصرات. نعم يا يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا يونس. حياك الله وبياك، حياة طيبة أستاذ الشيخ، ربي يبارك فيك ويجزاك ميزان حسناتك. وإياكم يا سيدي وإياكم جميعا إن شاء الله. نصر والعزة والثبات لإخوتنا في غزة. اللهم آمين. العليم وبالشر والشر خير. اللهم آمين. تفضل يا يونس. اللي قلت على الأخوة دمير أصبح حالنا حالة، والله يا رب القصة هي كبيرة والله ما قصدتوش، لكن الحقيقة الناس غافلة في الأزمات وغيرها، ويعني خدمة كبيرة تفريغ المسجد من محتواه وتعلم منه، وهذا ثاني منهج سعودي لا يحث على العمل ولا يحث على الواحد، هذا معروفة يعني. فنسأل الله أن الناس أنا تنتبه لهم الحقيقة، ما نسألوا لهم إلا بالهداية، لكن هو إن شاء الله كثير ما يحدث في غزة يعني كشف كل شيء. نسأل الله أن يثبتك وبارك الله فيك. اللهم آمين. بارك الله فيك سيدي يونس. ربي يهدينا ويهديهم إن شاء الله. هذا الله الجميع. نسأل الله فيك. بارك الله فيك. جمال من طرابلس. نعم يا جمال تفضل. قطع الاتصال. أحمد من طرابلس. نعم يا أحمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك سيد أحمد تفضل. بلاي استفسار بسيط وبلاي. نعم. أنا عندي الوالدة عندها طبعا هي مقهى فعلا بنت الفوش وبكي فيها قصر وكذا، مو فيها قصد مريضة شوية. نعم. وطبعا هي عندها أرض تجيب لها مبلغ باهي. فأنا ركزت بس على صيغة الكلام اللي موجودة، صيغة السؤال بالضبط. بعدين نقول لها بيعي الأرض خير ما تمشي في الورثة، ديري بيها حاجة لعمرك أنت، مثلا جامع أو صدقة أو حاجة جارية لك أنت. هل الكلام هذا كصيغة الكلام اللي قلتها في إثم ولا ما فيش إثم؟ طيب أمك هذه عقلها تمام يا أحمد؟ إيه لا لا عقلها تمام. طيب يعني انت من او تاخذ جزء من هذه الجزء، الجزء من الواحد تدري حاجه قصدي لها هي. يعني انت سؤالك، هل انت سؤالك الان هل هذا التدبير منك والاقتراح فيه اثم ولا ما فيش اثم؟
إيه وصيغة السؤال اللي قلتها أنا صيغة إيه. السؤال هل علي إثم ولا شيء؟ تمام حاضر تسمع الجواب يا أحمد إن شاء الله بارك الله فيك وفيك بارك الله نعم تفضل يا جمال هاي من طرابلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ عصام نشكرك انت العلماء درتا ربي يحفظكم باذن الله ربي يسهلكم الدين والعلم ان شاء الله وياكم جماعه بارك فيك يا شيخ عصام بارك الله فيك جزاك الله خير واياكم ان شاء الله نعم لدي سؤال يا شيخ نعم الفجر صادق لما هو طبعا ياخذ حور طبعا ياكل الشراب لكن هو قاعد ياكل الشراب ياكل لكن أدى الأذان يوقف ولا يكمل ما قطع ياكل تمام يعني هو ياكل يعني أذن عليه الفجر لا قبل يزل هو قاعد ياكل لكن أدى يعني يوقف ولا يلوح بالضمه ولا ياكل كمل الغضب خلاص تمام يا جمال تسمع بارك الله فيك بارك الله فيك وإياكم سيد جمال بارك الله فيك رمزي من ترهونة نعم يا رمزي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حالك يا شيخ الله يبارك فيك تفضل يا رمزي بارك الله فيك وجزاك الله خير انت والكادر اللي معك بارك الله فيكم بارك الله تفضل ان شاء الله نعم يا شيخ نعم بالله انا بنسأل بس انا دخلي محدود تمام نعم وعندي صغاري السنة اللي فاتت والسنة هذه والله ما عندي قدرة اني ناخذ لهم ملابس العيد بشنو الحكم راجل ما عنديش قدرة انا والله طيب يعني ما عندكش انت ارض ولا عندك حاجة تقدر تبيعها يا رمزي والله يا شيخ الملك لله والله ما نملك حتى ملك لله والله ما نملك حاجة كم مرتبك تو انت؟ نعم كم مرتبك؟ مرتبي انا 750 750 كم افراد الاسرة؟ افراد الاسره اربعه كلكم اربعه ربي يبارك والله باهي شوف الحكم على الصغار يا شيخ ماشي ماشي تسمع الجواب يا ان شاء الله ربي يفرج عليك وعلى الجميع يا رمزي بارك الله فيك نعم ام محمود من الزاويه ام محمود تسمعيننا قطع الاتصال اذا نخرج الان الى فاصل ثم نرجع لنجيب على الأسئلة بإذن الله شاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا ورثوا في الحكمة قدوتنا فهلموا نشحذ همتنا بالإنصات العذب إليهم بين يديهم نسقي من ماء الحكم نتبع آثار العظمة أو ننهل من سن العلماء في جلستنا بين يديهم من ضياهم
إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا لحاجتنا حبورا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا بعد الفاصل لنجيب على الأسئلة ونستقبل الاتصال الأخير المهدي من الجنوب. نعم يا مهدي، تفضل يا مهدي. نعم، طيب يبدو أننا انقطع الاتصال. إذن نجيب على بركة الله. هذه الأخت مودة من مصراتة قالت هناك امرأة حائض حدثت لها جنابة، هل تغتسل؟ طبعا الأمر هذا يعني له عدة أحوال. أحيانا المرأة عليها جنابة، جنابة من استحلام، من جماع زوجها، من كذا، ثم ينزل الحيض. هذه صورة. الصورة الثانية بالعكس، المرأة وهي في حال الحيض يحدث لها جنابة، يحدث لها استحلام مثلا، فهنا لا يمكنها في الحقيقة أن ترفع الجنابة. شي فائدة ترفع الجنابة وهي لا تزال حائضا، وبالتالي هذه المرأة لا تغتسل الآن ما دام الحيض قائما، حتى ولو اغتسلت لا ينفعها الغسل بشيء. غاية الأمر نبهوها لأمر، وهو أن المرأة الحائض يجوز لها مس المصحف إذا كانت معلمة أو متعلمة، هذا في مذهبنا المالكي، لكن إن حصل لها جنابة لا يجوز لها بعد ذلك مس المصحف. فهذه مثلا مدرسة أو طالبة قرآن وهي حائض، نقول لها أقري القرآن من المصحف عادي، المهم المسجد ما تدخليش، لكن لو حصلت لها جنابة تمنع الآن حتى من قراءة القرآن، من حفظها تمنع لأنها أصبحت جنوبا، إلا آيات التعوذ فقط، وتمنع كذلك من مس المصحف إلى أن ينقطع عنها الدم فتغتسل غسلا واحدا، تغتسل غسلا واحدا للجنابة وكذلك للحيض. المهم الآن هذه المرأة الحائض التي حدثت لها جنابة لا تغتسل الجنابة لأن الغسل لن يرفع الجنابة، مش حيرفعها لأن هذه المرأة حائض. يونس من مصراتة هو علق على ما ذكرت أول الحلقة من شأن بعض الناس اليوم الذين يشوشون على الناس في المساجد ويفرقون بين الناس، وكما ذكرت هذا كلام مسؤول عنه، هم يحاربون المذهب المالكي المستقر في بلادهم. غاية الأمر يعني لا تلتفت راو إلى كلمة يسمون المعاهد بأسماء تلاميذ الإمام مالك، ويسمون الدورات باسم دورة الإمام مالك ودورة أصبغ ودورة أشهب ودورة ابن عبد الحكم، لا تلتفت لذلك. هم الآن يحاربون المذهب المالكي ونحن لا نتعصب، لا نقول يجب تطبيق المذهب المالكي، نحن لا نقول ذلك، لكن هذا مذهب وجد واستقر في بلدنا وهو إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة. لماذا هذه الحرب؟ لماذا؟ لماذا الآن مسألة القنوت مثلا في صلاة الصبح لو علموا أن إماما قنت ربما فصلوا حتى الفصل من الأوقاف؟ أليس هذا هو مذهب مالك؟ لماذا محاربة المالكية مثلا في مسائل الصلاة، في مسائل الزكاة، في الصيام، في الحج؟ انت في الحج في الطائرة أول ما يركب يقولهم لا تحرموا إلا بالتمتع، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب أو الإمام مالك عند الإفراد أفضل بالحج، هل مالك خالف السنة؟ فللأسف نسأل الله أن يصلح الحال، وهذه مسؤولية الحكومة، هذه جزء من المسؤولية، هي مسؤولية الحكومة للأسف التي تنافق هؤلاء والتي ترضي هؤلاء وترضي هؤلاء، هذه المسؤولية. وثم مسؤولية الناس أيضا في مسألة الوعي
ومسألة أن 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 يسأل أن يعي الناس مثل هذه المخططات وأن يلتفوا حول علماء بلدي. يعني إيش معنى أنت شيخ في المنطقة الفلانية الناس لا يرون منه إلا الخير ويسألونه عن أمور دينهم ويقوم بتفهيم الناس وبدعوتهم إلى الله، ثم يأتي هؤلاء فيبدعون ويجعلون دائرة أهل السنة وربما أنزلوه من المنابر علنا، وللأسف سلبية كبيرة من الناس. تجد الناس ما لهاش علاقة بالموضوع ويقول، بل ربما قال بعضهم احنا اللي بيصلي بينا بنصلوره، اللي بنلقوه على المنبر بنصلوره. طيب يعني أليس لهؤلاء المشايخ حق عليكم الذين يعني خطبوا بكم سنين طويلة وصلوا بكم الأوقات وكنتم تسألونهم في أمور دينهم في أمور دينكم، فلماذا اليوم حينما تكالب عليهم هؤلاء يعني لم يجدوا منكم نصرة ولا تأييد؟ أحمد من طرابلس قال عنده الوالدة مقعدة، نسأل الله أن يشفيها، قال هي عندها أرض، فأنا قلت لها لماذا تتركين هذه الأرض ميراثا بعدك؟ أليس الأفضل أن تبيعيها وتتصدقي بها على الفقراء وعلى أو تبني مسجدا أو تحفري بئرا أو على الأقل جزء من ذلك؟ ثم يسأل أحمد الآن، فكأنه ندم على هذا الكلام، قال بالك أنا يعني ما عنديش حق نقول الكلمة هذه لأمي وبالك غلط. أقول أمك هذه ما دام عقلها موجودا فهي حرة التصرف في أرضها، حرة. إذا كان تريد أن تتركها كلها للورثة فلها ذلك، لا إثم عليها. كيف عليها إثم؟ بالعكس لا إثم عليها. وإن أرادت أن تتصدق بجزء من الأرض وتترك الباقي للورثة هذا أيضا أمر طيب. المهم الأحسن، الأحسن أن الإنسان إذا أراد الوصية بجزء من أملاكه أو أراد حتى التصدق حال الحياة فترك جزء للورثة أفضل، أفضل من أن الإنسان يتصرف في ماله كله حال حياته. والدليل على أن إبقاء جزء من الأرض أو من الميراث للورثة هو أمر طيب وأمر حسن أن سعد بن أبي وقاص، والحديث معروف في الصحيح، قال له يا رسول الله قد حضر بي ما ترى وليس لي إلا ابنه، أفأتصدق بمالي كله؟ كله يبي يتصدق به، قال لا. أو عفوا، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر النصف؟ قال لا. قبلها قال فالثلثان؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذه المرأة لو كان هي لتسألني، طيب هذه المرأة لو تسألني الآن تقول لي أي نفضل، هل أنا نتصدق بمالي كله ولا نترك شيء للورثة؟ أقول لا، لا أنصحك بذلك. هل أترك كل مالي للورثة؟ لك ذلك. هل أتصدق بجزء وأترك الباقي للورثة؟ هذا أفضل. لكن أحمد الآن يسأل هل أني آثم؟ أني لا أقول أنت آثم يا أحمد، لا، أنت دعوت أمك للخير وظننت أن هذا هو الخير، فكلامك لا إثم فيه، ولكن يعني ينبغي لك الآن أن تعود وتقول للوالدة من جديد، قل أرى وني سألت وقالوا أن لك الحق أن تترك كل التركة للورثة، ولك الحق أن تتصدقي بجزء من الأرض، ولك الحق أيضا أن توصي بجزء منها بعد وفاتك، لكن الوصية لا تتجاوز الثلث. فأنت لست آثما على كلامك هذا لأمك، لكن أحببت يعني أن أنبه على أن الإنسان الذي يتصرف في ماله كله حال حياته حتى لو كان صدقة أو كذا، فهذا يعني، ولهذا احنا عندنا بعض أهل العلم يعني في مذهبنا يرون أن التصدق بكل المال مكروه، بل ربما قال بعضهم حتى لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان لا يدري، أو ربما احتاج في آخر حياته بيش بيعيش هو الآن ماله كله تصدق به. طيب يعني ألا يكون تركك لجزء من التركة لأولادك وورثتك من بعدك
أليس هو أفضل وأحسن من أن تتركهم فقراء؟ يجي يقولوا مش عقبكم الوالد، يقولوا والله ما عقبنا حتى حاجة، ملك هنا تصرف فيه حال حياتك كلها. لا، فالأحسن الإنسان أن يوازن، أن يجمع بين الخيرين. الإنسان حر في حياته، له أن يتصرف، له أن يتصدق، له أن يهب، له أن يحبس، له أن يوصي، والوصية تنفذ بعد الورثة. ولكن الأفضل والأحسن أن يجمع بين الأمرين، يوصي بالبعض ويترك للورثة البعض، يتصدق بالبعض ويترك للورثة البعض. خاصة أحياناً الإنسان هو ورثته أنفسهم فقراء، فالإنسان مثلاً الذي يقول أنا يعني لن أتصدق بجزء من أرضي ولن أحبس لأن ورثتي وأولادي أنفسهم فقراء، فأرجو أن يكتب له إن شاء الله أجر الهبة وأجر الصدقة وأجر حتى التحبيس إن شاء الله. نأتي إلى جمال من طرابلس يسأل، قال الإنسان الصائم إذا كان يأكل أو يشرب ثم سمع الأذان، أذان الفجر الصادق اللي هو الأذان الثاني في المناطق التي يؤذن لها بفجرين، إذا سمع مريد الصوم الأذان والحال أنه كان يأكل ويشرب فالواجب عليه أن يلفظ ما في فمه، أن يلفظ ما في فمه، هذا الواجب عليه. يجي بعضكم يقول لا والله وردت بعض الآثار أو سمعنا بعض المشايخ يقول أن من سمع الأذان وفي يده شربة ماء فلا يردها، هذه رأي تكلموا فيها الفقهاء، منهم من حملها على الأذان الأول، وأغلب العلماء قالوا هذه ليس عليها العمل لأنها تخالف مخالفة لآية القرآن للآية، قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. تفسير الآية فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، شو معنى التبين؟ هو طلوع الفجر الصادق، فالواجب الإمساك. ولهذا الأفضل والأحسن للإنسان أن يمسك قبيل الأذان على الأقل بعشر دقائق. الإنسان يحتاط، ما قارب الشيء يعطى حكمه، لابد الإنسان يحتاط. أني مثلاً الأذان اليوم مثلاً والله يدن 5:31 مثال، خلاص ينبغي من 5:35 5:21 22 نوقف، هذا الأصل. لكن أو إنسان سهى أو قام ولقي مثلاً مازال 7 دقائق وهو عطشان ولا كذا، لا بأس أن يشرب أو يأكل بسرعة، ولكن المهم أنه إذا سمع الأذان لفظ ما في فمه. لو كان سمع الأذان ثم أكل بلع ما في فمه أو شرب هذا عليه القضاء قطعا. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه أكل بعد دخول وقت الفجر، بعد طلوع الفجر الصادق، وأنه شرب بعد طلوع الفجر الصادق، كلا القضاء بيقضي لا محالة. أما الكفارة فالأمر فيها مختلف، هل يعرف الحكم أو لا يعرف، أو يكون قد سمع كلاما لأهل العلم، لأن احنا عندنا الإنسان قد يكون متأولا، إذا كان تأوله قريبا لا كفارة عليه، وإذا كان تأوله بعيدا فإن عليه الكفارة. وبالتالي احذروا مثل هذه الأقوال وهذه الفتاوى اللي تقول لك لا حتى وانت تسمع في أذان الفجر لا عادي، مدام بل بعضهم قال مدام ما قالش المؤذن لا إله إلا الله عادي كل وشر. تبا احنا او عندنا مؤذنين يدنونك في هذاك الأذان الحنفي يستمر فيها 4 دقائق، ربما الإنسان أكل حتى فردة خبزة ولا شرب حتى لتر من الماء. يعني المسألة الصيام مربوط بطلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس غروبا كاملا، ما دام ما طلعش الفجر الصادق أكلك وشربك لا بأس به، طلع الفجر الصادق يحرم عليك الأكل والشرب. رمزي من ترهونة قال أني رجل دخلي محدود، وقال أني عندي أولاد الآن أنا عاجز، قال حتى عليه شراء ملابس العيد لهم. أنا سألته قلت له هل تملك أرضا تملك كذا؟ قال أني لا أملك شيئا. قلت له كم مرتبك؟ قال مرتبي 750 وعدد أفراد الأسرة 4. يعني 750 في الوضع الحالي في بلادنا الليبية لا تساوي شيئا للأسف، في هذا الغلاء لا تساوي شيئا. وبالتالي الآن اللي نقسم مرتبة لأفراد أسرته، لو طلع لكل فرد أقل من 300 دينار
هذا يعد فقير. فهذا الآن رمزي اللي قالني عدد أفراد أسرتي كلهم أربعة، خلينا نقولوا عند زوج أولاد وهو وزوجته أربعة، هذا ما دام يأخذ في أقل من 1200 دينار أراه يعد فقيرا، بل هي حتى 1200 الآن لا تساوي شيئا، لكن نحن نتكلم عليه أمر معين. فاللي هو أن إذا كان دخل الفرد من الأسرة، يعني لما نقول فرد أراني نتكلم على الزوجة ونتكلم على البنات غير المتزوجات ونتكلم على الأولاد دون سن البلوغ. أما الأولاد فوق سن البلوغ القادرون على الكسب، أو البنات اللي يخدم في مرتبات من الدولة، أو الزوجة اللي تاخذ مرتب، هذه بنطلعوها من الحساب. لكن الآن أنا نتكلم على أسرة تتكون من أربعة أفراد أولاد صغيرين وهو وزوجته، يأخذ 750 دينارا، هذا فقير. أنت يا رمزي حق لك تأخذ الزكاة على الأمر هذا، ما دمت مرتبك 750 ولا تملك أرضا ولا تملك شيئا يباع فأنت تعد فقيرا، لا بأس أن تأخذ الزكاة. فعلا الزكاة ليست أمرا سهلا على النفس يعني أخذها، لكن الله أباحها وجعلها للفقراء. والإنسان الله غالب، هذه ظروف الحياة، في اللي هذا مرتبة وفي اللي ما يحسنش ما يستطيعش يشتغل عمل آخر لمرضه. ولكن للأسف أقولها بصراحة، وعندنا في ليبيا كثير من الشباب النائمين اللي ما هوش خادم وساعي، فالدنيا راهي الحياة تحتاج إلى كفاح وإلى سعي وعمل. الآن في ليبيا نحن نتجه إلى السير حذو المدن الأخرى، الدول الأخرى، مصر وسوريا وتونس والأردن، اللي هو كان ما تخدمش خدمتين ثلاثة معاش تلحق، هذا الواقع. وبالتالي الإنسان، أنت يا رمزي كانك يعني صحيح البدن، فأني نشجعك ونقولك برا اختم من غير مرتبك، اشتغل في عملك مش تحلل مرتبك، وابحث عن عمل العشية، أي عمل. ما تجيش تقولي لا العمل هذا ما يليقش، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم قبل النبوة لأهل قريش، لأهل مكة، والأنبياء كانوا أصحاب صنعات، فبعضهم كان نجارا وبعضهم كان حدادا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. واختلفوا في تفسير القراريط، منهم من فسرها بالدراهم، أي كان يرعى في السعي بالأجرة. وبالتالي الإنسان الواجب عليه أنه يسعى. هؤلاء أولادك أمانة في رقبتك، زوجتك أوجب الله لك عليك النفقة عليها هي والأولاد، فالإنسان يسعى ويشتغل، المهم بالحلال. لكن إذا كان لم تتيسر له الظروف لا بأس أن يأخذ الزكاة، فأخذ الزكاة ليس عيبا للمستحق. فأنت يا رمزي تأخذ 750 دينار، عدد أفراد أسرتك أربعة، ليس لك دخل آخر، ليس لك أرض، ليس لك كذا، من حقك أن تأخذ الزكاة، استعن بها حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنك. من معنا؟ أسامة من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أسامة. حياك الله شيخنا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك، تفضل. شيخ، سجدة التلاوة القرآن. نعم. فيها تكبيرة والله، فيها تكبيرة شيخ عصام. ماشي، تسمع. السؤال الأول، السؤال الثاني شيخ عصام. نعم. والله نرى بعض من الأخوة شيخ عصام يتقاضى في راتب زي ما تفضلت أنت 1200 وكذا، ولكن تلقاه ما يحمدش، يعني مش حامد لله سبحانه وتعالى، إن الحكاية مش كثرة، الحكاية في البركة. صحيح. حتى ونقل تلقى البركة والشكر يعني والثناء لله سبحانه وتعالى، يبارك الله في الرزق في الأبناء وفي البيت وفي الأكل وفي الشرب. صحيح. وما إلى ذلك، يرتاح فيها هذه تنبع لها شيخ عصام من الناس. حاضر. وإن الناس تجعل لله مش للمقبور، يقول لك والله عهد المقبور كنا ناخذ يعني الدار كل الله سبحانه وتعالى، اللي في فبراير ولا اللي الشيء اللي نقولوا به هذا لله. نعم. أما صحيح. اللي كان في عهد المقبور يعني هذا حتى هو والعياذ بالله كان نكس علينا. صحيح، بارك الله فيك سيد أسامة، جزاك الله خيرا. خلينا نجيب على السؤال أسامة قبل ما ينتهي الوقت. إيه هو يسأل عن سجد التلاوة؟ نعم، سجد التلاوة يكبر إليه الإنسان، فهو يقول الله أكبر ويسجد سجدة التلاوة ثم يقوم منها. نعم، فهو يسجد لها بتكبير. طبعا سجدة التلاوة هي سنة وليست فرضا، ولا يأثم الإنسان إذا تركها. السؤال الثاني قال يعني الإنسان اللي مثلا يتقاضى في 1200 والله حتى 750 والله كذا، فعلا بعض الناس لا يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر صحيح لذكر أسامة. الإنسان لابد أن يحمد الله على السراء والضراء،
لأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده قناعة ورضا بما أعطاه الله له رزقه الله غنى النفس. ما هو الغنى؟ مش غنى المال، غنى النفس. فربما لم يحتاج للناس، حتى لو احتاج للناس احتاج وهو راض، ولهذا جاء في الحديث وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالواجب على الإنسان أن يحمد الله في السراء والضراء، ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحبه قال، إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإذا رأى أمرا يكرهه قال الحمد لله على كل حال. فإحنا الآن حتى اللي مرتبة شوية واللي ظروفه صعبة ينبغي أن يكون لسانه دائما يلهج بي الحمد لله على كل حال. فحمد الله على السراء والضراء يطرح البركة ويبارك الله به للإنسان فيما أعطى. ولهذا فعلا إحنا الآن لو نديروا حتى دراسة في مجتمعنا تجد بعض الناس يقول كان ناخذ في 1000 و1200 وكذا ويقول حالتي مستورة. رجل يحسن التدبير، ليس سفيها في المال، ما يصرفش في الحاجات الزايدة، وقد حمد الله سبحانه وتعالى فبارك الله له فيما أعطى. وتجد إنسانا بالمقابل ياخذ 4000 و5000 وربما حتى 10000 ويقول لك أني والله ما نعرف منين يخش إلا منين يطلع. لماذا تجده؟ لأنه إنسان هلوع، عبد للدينار والدرهم، لا يحمد الله على خير، وإنما تجده دائما وهو ساخط، فلا يبارك الله له فيما أعطى. قبل تنتهي وقت ينتهي وقت الحلقة خلي نجيب السؤال اللي بدأنا به في الصفحة، اللي هو الموظف هذا اللي قال هل يجوز لي الخروج من العمل في وقت الدوام الرسمي لأجل توصيل الأطفال؟ أقول الأصل أن الإنسان باع وقت العمل من أول الدوام إلى آخره، أنت بعته لجهة هذه الجهة في الدولة وتأخذ فيه مرتب، ولكن هناك أمور يعني ربما سمحت بها اللوائح واضطر إليها الناس وجرت العادة فالأمر فيها هين. يعني إذا كان الإنسان مثلا مضطر إلى أن يخرج ليروح بأولاده من المدرسة يكون أولا بإذن مدير العمل، هذه رقم واحد. رقم اثنين ألا يكون خروجك يعطل حاجة الناس للجهة. تو مثلا اثنين يشتغلوا في مكتب أو ثلاثة، خرج أحدهم عند ضرورة، عند صغار بيروح بهم المدرسة، عند ولد مريض، عند كذا، المهم أن الشخص الثاني يقوم بالعمل، فالأمر في هذا هين إن شاء الله هين. لكن أن يكون الخروج لحاجة، مش إنسان خارج هيك وخلاص وكذا. فأنت أولادك إذا كان بالإمكان عندك حد آخر يروح بهم أكيد الأفضل والأحسن لا تخرج من العمل، لكن إن اضطررت لذلك كما ذكرت بشرط أن تسمح اللوائح بذلك. الأمر الثاني أن يكون الخروج بإذن المسؤول في العمل، والأمر الثالث أن يقتصر الخروج على هذا الأمر ثم يرجع الإنسان. الأمر الرابع وهو المهم، هذا هو المهم، أن يكون هناك بديل عنك يقوم بالعمل، يقوم بالعمل. إذن بهذا نكون إن شاء الله قد أجبنا على الأسئلة التي وردت في هذه الحلقة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وابر إلى الله من. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. وأذكركم بالتأكيد على الدعاء لأهلنا في غزة وخاصة عند الإفطار، فالإنسان يعني الدعاء عند الإفطار هو من مواطن إجابة الدعاء. ادعوا الله سبحانه وتعالى لإخوانكم بالنصر للمجاهدين منهم، وبالفرج والخلاص للمستضعفين وللشيوخ وللنساء والأطفال، فرج الله عنهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم، إخاء هم ونأخذ من ضياهم، إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
تنزل محكم القرآن.